عن السنين اللي فاتت. للأحسن ولا مش للأحسن؟ بص هو أيوه هتيجي هتيجي لا هو هتطلع هتطلع. بص هو النادي الاهلي طبعا يعني بالنسبه للبطولات، انا اتكلم على البطولات، احنا قبل كده الجيل بتاعنا خد بطولات كتيره جدا، كان الجيل ده ما فيهوش غير مثلا حوالي ثلاثة خمسه مثلا بكتير قوي اللي خدوا الموجودين من الناس القديمه، غير جيلبرتو وفلافيو بقى وحسين ياس، يعني الناس كانت موجوده. فانا شايف ان البطولات كانت الجيل اللي هو من 5 6 سنين كان اعتقد ان هو في السي في افضل. بس تحسب للجيل ده ان انت خدت بطوله افريقيا، لعبت في كاس العالم للانديه من غير جمهور، فدي حاجه كويسه جدا تحسب للجهاز الفني كابتن حسام واللعيبه كلها. لكن انا شايف انا احساسي حتى كمان من خلال يعني لما بتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، حاسس ان اللعيبه مخنوقه، في حاجه مش طبيعيه فيهم، مش زي الاول. يعني انت يعني في لعيبه كتير جدا بتبقى مثلا خلاص، يعني تصريح مهم جدا من امير عبد الحميد بيكلم لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي مخنوقه. ليه؟ لا ما اعرفش ليه، بس انا عارف ان في لعيبه يا عم كملها بقى. في لعيبه طبعا بلاش ما اعرفش مخنوقه من ناحيه هل ماديا هل نفسيا ما اعرفش يعني، وفي نجوم كبار كمان في الفريق، فده ما كانش موجود ده قبل كده. حتى اللعيبه اللي هي المفروض هتروح ليها علاقه بالجهاز الفني؟ لا ما اعرفش حته الجهاز الفني، انا ما بتكلمش في تفاصيل، لان انا يعني كابتن حسام عامل حاله كويسه في الفريق. بالظبط، يعني كابتن حسام طبعا خبره و ومعاكم يعني من مدير كوره مدرب يعني كل المناصب معاك من 2000 كابتن حسام موجود طبعا في الجهاز، سواء بقى كان مدير كوره او مدرب. برضه امير لما مدير فني وعامل مفنش بطوله افريقيا واحرز بطوله افريقيا امام الترجي وفرقه تقيله وعامل مباراه كويسه في كاس العالم لليابان، ويتاخد منه جده احمد فتحي وابو تريكه، يعني عارف والاصابات وحسام غالي ووليد سليمان وسيد معوض، الموضوع برضه يعني الله يكون في عونه بصراحه. الله يكون في عون، خلينا واقعيين بس، الله يكون في عون كابتن حسام. ستة من القوام الأساسي ده، انت لو لعيب ولا اتنين بتتأثر، وستة ستة يعني ما شاء الله لعيبة كورة يعني تصنع الفارق. كابتن حسام لما جه مسك كان كل النجوم دي موجوده، فكان عليه ضغط، عليه لود كبير جدا جدا، فما بالك الناس دي مشيت كمان، فطبيعي ان هو يبقى متضرر الموضوع ده كابتن حسام. ولكن طبعا انت عارف النادي الاهلي باي لعيبه بيكسب، باي لعيبه بيلعب على الفوز. الجهاز الفني طبعا كابتن حسام اكيد هيقدر يخرج اللعيبه من الحاله اللي مثلا، اكيد طبيعي ان انا ما بكون بلعب جنب ابو تريكه او جنب وليد سليمان او حسام او جده او فتحي، الناس اللي هي كانت موجوده، اما اللعيب مثلا الناس دي تمشي، فطبيعي ان انا كلعيب هتلاقيني محبط شويه. فده دور الجهاز الفني كابتن حسام، والجهاز الفني ان هو يخرج الناس من اللي هم فيه. بس انا برضو يعني انا برضو احساس ان في لعيبه برضو تحس ان هي مخنوقه، بس انا مش عارف. طب مصمم على الخان؟ خلاص لعيبه الاهلي مخنوق؟ لا مش لعيبه الاهلي، في بعض اللعيبه ممكن، الله اعلم ايه الظروف، ولكن ممكن عشان هم قارنوا بالسنين اللي فاتت والسنين دلوقتي، ممكن سواء بقى بطولات او لا. خلي بالك لعيبه الاهلي، الناس فاكره لعيبه الاهلي ما بياخدوش فلوس الفتره اللي فاتت. ما انا بقول لحضرتك نبقى واضحين. طبعا الناس ما كانت تاخدش فلوس قبل كده، خدوا بطوله افريقيا، ما بياخدوش فلوس لعبوا في كاس العالم، ما بياخدوش فلوس، كانوا بيلعبوا كل ماتش على المكسب، فدي حاجه كويسه تحسب للعيبه والجهاز الفني طبعا. فانا بتمنى لهم طبعا التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، واللعيبه طبعا تركز اكتر، لان طبعا احنا لما لعبنا النادي الاهلي كسبناه، فدي كانت يعني صعبه للنادي الاهلي. ليه ما انت خدت مكافاه صعبه ليه؟ لا انا ما بتكلمش عن المكافاه بس، يعني انا بتكلم عن النادي الاهلي دلوقتي. 5 دقايق وخدت المكافاه. بس بيعجنوك. كان نفسي العب والله، كان نفسي العب الماتش كله، بس هو الحمد لله ما تعرفش الخير فيني. الحمد لله انا كنت هبقى مبسوط ان انا بلعب ضد النادي الاهلي، يعني فاهم، احساس جامد يعني. ما ينفعش تبقى معايا وما اسالكش حراسه مرمى منتخب مصر، وانت كنت بتدخل كتير في تشكيله منتخبنا الوطني على فترات، ودلوقتي عصام الحضري تم استبعاده او اعتذر الموال اللي احنا شفناه، ودلوقتي بيتكلموا على عبد الواحد السيد. رأيك في الموال ده؟